السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. اختتم في العاصمة السعودية الرياض الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن، الاجتماع الذي عقد بمشاركة الحكومة اليمنية وحضور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وأيضا ممثلين عن أكثر من 50 دولة ومنظمة ومؤسسات مالية. ناقش الاجتماع سبل تقديم الدعم المادي واللوجستي لليمن في المراحل القادمة وخصوصا مرحلة إعادة الإعمار. في هذه الحلقة مشاهدينا نقف أمام هذا الموضوع، نناقشه في محورين: إمكانية البناء على نتائج الاجتماع فيما يخص تلبية الاحتياجات في اليمن، وأيضا ما هي التحديات التي تقف أمام ملف إعادة الإعمار. إذن مشاهدينا، صعوبات كثيرة تواجهها اليمن فيما يخص احتياجات الاستقرار الفوري وإعادة الإعمار ومحاولة تجاوز تبعات الحرب، تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي والصحي، وأيضا انهيار البنية التحتية، كانت أهم الموضوعات التي تركز عليها الاجتماع التمهيدي للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن. الاجتماع ناقش أيضا ملفات الأزمة الغذائية وكيفية دعم الميزانية اليمنية لتلبية الاحتياجات العاجلة. وفيما يتجه المشهد نحو تلبية الاحتياجات الضرورية، ما تزال التحديات الماثلة أمام ملف الإعمار تمثل أحد أهم معوقات الخروج من الأزمة التي طال أمدها. مشاهدينا، سنبدأ النقاش لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير سويا. ليوم واحد فقط انعقد في العاصمة السعودية الرياض الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن. حضور رفيع في الاجتماع تقدمه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، وشمل ممثلين عن أكثر من 50 بلدا وجهت إليها دعوة الحضور، بالإضافة إلى منظمات دولية مانحة والمبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. الاجتماع لم يستهدف جمعا فوريا للأموال، بل كرس لتبادل وجهات النظر واستعراض مدى استعداد الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة للمشاركة في تقديم الدعم، بما في ذلك الدعم المالي للشروع في عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن وفقا للبيان الصادر عن هذا الاجتماع. رئيس الوزراء بن دغر أكد في كلمة له الحاجة إلى الإسراع في تحريك الكثير من الأمور بشأن اليمن في إطار خطة التعافي وإعادة الإعمار، وتحريك الأموال التي تكدست في البنوك، وتحريك الأرصدة الموقوفة والتي من شأنها أن تسهل الحركة النقدية وإعادة الإعمار. وزير المالية السعودي من جهته توقع أن يخرج الاجتماع بتوجيه مشترك حول ما يمكن القيام به لتلبية احتياجات اليمن على المدين القصير والمتوسط، وأن تؤكد الدول المشاركة استعدادها لتقديم الدعم المالي والفني لتعافي اليمن وإعادة الإعمار. فيما قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي عرضا بالأرقام عن الوضع العام الأمني والسياسي والإنساني في بلاده في ظل تدهور غير مسبوق شامل كل الجوانب. في جلسات العمل الأربع التي استغرقها اجتماع الرياض، ناقش المشاركون الاستجابة الفورية للأزمة الغذائية والاحتياجات العاجلة لدعم الميزانية ومسودة خطة عمل التعافي وإعادة الإعمار، فضلا عن مؤشرات المانحين لتقديم الدعم المالي لليمن. بقدر كبير من التفاؤل خرج المشاركون في اجتماع الرياض على أمل أن يحفز الوضع المتردي في اليمن المانحين على تقديم العون هذه المرة للأولويات العاجلة وفي مقدمتها الميزانية والأمن الغذائي. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وينضم إلينا من الرياض الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي. معالي الوزير مساء الخير. مساء الخير والعافية. مرحبا، أهلا بك معالي الوزير. بداية، هلا حدثتنا عن نتائج الاجتماع وإلى أي مدى يمكن أن يساعد اليمن في تجاوز تبعات الحرب وإنتاجاتها؟ لا شك أن الاجتماع هام ونتائجه إيجابية في إطار البحث عن حلول سريعة للأمن الغذائي ودعم الموازنة، وكذلك حلول متوسطة واستراتيجية بالنسبة لقضية إعادة الإعمار. نعم. وكان الحضور كبير، وكان أيضا مستوى الحضور عالي، وكان الجميع يناقش بمسؤولية وبعمق الموضوعات التي طرحت للبحث،
ولا شك أن هناك يعني أيضا تجاوب وتعاطف من قبل الحاضرين سواء كانوا أشقاء أو أصدقاء. نعم. ونأمل في أن يعني ننتقل للخطوات القادمة لموضوع الإعمار. أما الجانب الإنساني فهو مستمر، وكان في الشهر الماضي مؤتمر في جنيف تعهدت دول المانحة بمليار ومائة مليون، وهناك إجراءات عبر مجموعة من المنظمات الأمم المتحدة للاستفادة من هذه المنح وهذه العطاءات المتميزة. نعم، لكن دكتور في هذا المؤتمر ما هي ملاحظات المانحين وأيضا ما هي أبرز مقترحاتهم؟ طبعا كل المانحين مجمعين على أن المرحلة صعبة وعلى أن الجانب الإنساني في وضع خطر ويحتاج إلى دعم سريع، وكلهم أيضا يتطلعون إلى إيقاف الحرب وإلى بداية بناء السلام وإلى الإسهام في مشروعات تنموية متعددة سواء كان في مجال الخدمات أو غير ذلك. والجو العام أن هناك صناعة رؤية مشتركة لدى الحاضرين في المستقبل الاقتصادي وفي مستقبل التنمية في اليمن. نعم دكتور، إذا ما تحدثنا عن تلبية الاحتياجات الطارئة الإنسانية وأيضا استعادة التعافي الاقتصادي، إلى أي مدى يمكن أن يتم البناء على نتائج هذا الاجتماع لتحقيق ذلك؟ هذا الاجتماع هدفه الأساسي هو توحيد الرؤية حول الموضوعات التي تفضلتم بعرضها في تقريركم. نعم. والموضوع الهام أو الواسع هو موضوع إعادة الإعمار، وهناك يعني طرحت مسودة رؤية مشتركة تحتاج إلى مزيد من النقاش ومزيد من الآراء، وكان هناك أيضا مستوى عالي من الحضور من جانب الحكومة، يعني فقد حضر الأخ رئيس الوزراء وحضر مجموعة من الوزراء وبالذات وزراء الخدمات. نعم. فكان الهدف الذي صمم من أجله هذا اللقاء تحقق دون شك بتوحيد الرؤى وتوحيد الأساليب التي يجب أن نعمل نحن والمانحين سواء كان في المجالات الفنية أو في مجالات الدعم المالي. نعم مع الوزير، يعني أيضا في هل الاجتماع يعني شمل دراسة سبل جمع الأموال أم يعني خصص فقط لقياس مدى استعداد الدول والمنظمات الدولية للمشاركة في إعادة الإعمار في اليمن؟ لا، هو يعني طبعا لم تقدم هناك لم تقدم دراسات، وإنما طرحت كما قلت لك يعني مجموعة رؤى ومجموعة يعني سواء كان فيما يتعلق بموضوع الغذاء أو فيما يتعلق بموضوع الدعم الموازنة الدعم العاجل أو موضوع إعادة الإعمار. وكان هناك يعني استعداد من الجميع في أنهم ماضين في دعم اليمن. نعم. متى نتوقع أن نرى اجتماع للمانحين يعلن فيه عن هذه التعهدات؟ لا شك أن يعني هذا الأمر يكاد يكون في نهاية الخارطة، والكل يعني يبدي استعداده علنا في أن هناك يعني دعم قادم، وإنما لابد من اتفاقية سلام وإنهاء الحرب. نعم، هل الأمر مرتبط بتوقيت ما بعد المشهد العسكري؟ لا، ليس هناك ارتباط بين هذا وذاك. المطلوب هو إيقاف الحرب واتجاه الناس نحو البناء والتنمية، وبحيث أن أجواء الحرب تذهب ويطغى السلام والتنمية. نعم، سؤال أخير معالي الوزير، يعني تحدثتم في الاجتماع عن حجم الخسائر الإنسانية والاقتصادية التي تعيشها اليمن وأيضا جهود الدول المانحة، ما هو حجم تفاعل الجهات المانحة الذي لمستموه في هذا الاجتماع؟ بشكل إيجابي بشكل عام يعني، وطبعا أكثر الدول المهتمة بالتزامات واسعة هي دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وأيضا الكويت، يعني مجموعة دول الخليج
إلا أن المملكة يعني تقود هذا الاتجاه وتحث الآخرين لرسل الموازنات المطلوبة لمشروعات إعادة البناء والإعمار. نعم، إذن أشكرك معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، سينضم إلينا الآن من صنعاء الدكتور علي كليب، أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء. دكتور مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك دكتور. يعني بداية، كيف يمكن قراءة نتائج مؤتمر التعافي وإعادة إعمار اليمن، خصوصا أنه أتى يعني بعد مؤتمر تمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن؟ بداية لابد أن ننطلق من واقعنا الذي نعيشه نحن. نعم. وبالتالي عندما نتحدث عن إعادة الإعمار ينبغي أن ننظر إلى قضيتين أساسيتين. أولا خطة تقييم الحاجات الأساسية، ثم خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغض النظر عن تقييم المؤتمر وما تم من وعود لتمويل إعادة الإعمار. نعم، يعني دكتور برأيك هل يمكن من خلال هذا الاجتماع الخاص بإعادة الإعمار يعني أن نبني في عملية تحقيق التعافي الاقتصادي وتجاوز ما أنتجته وتنتجه الحرب؟ طبعا تقييم الحاجات الأساسية هنا ينبغي أن يتم وضعها، وكذلك الخطة الاقتصادية والاجتماعية ينبغي أن تضع محليا منطلقين من تقييم شامل للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الوطن بشكل عام وفي جميع مناطقه دون استثناء. هذا شيء. الشيء الثاني، برنامج التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار ينبغي أن يتلازم مع أيضا الإغاثة، وهذه مسألة مهمة جدا. ثم ننطلق إلى قضية الإنعاش المبكر ومن ثم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وقبل هذا وذاك لابد أن نتحدث عن السلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي لكي نستطيع أن ننطلق بعملية إعادة الإعمار على أسس صحيحة وسليمة. نعم دكتور، يعني ما يزال ملف الإعمار في اليمن يعني بعيدا ويحوي أيضا صعوبات كثيرة قياسا بحجم الخسائر المادية والاقتصادية. هل باعتقادك أن الدراسات التنفيذية لمراحل الإعمار كفيلة بتجاوز كل ذلك؟ إذا انطلقنا من أساس سليم وكما قلت من خطط، أولا لتقييم الحاجات الأساسية وتقييم شامل للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ثم تبني خطة تنمية اقتصادية اجتماعية تستهدف القطاعات الاقتصادية ذات الإنتاجية العالية التي تعمل على تحقيق نمو متوازن وإعادة توزيع عادل للدخل والثروة، ثم استهداف تنمية مستدامة طويلة الأجل، وأيضا تحقيق استقرار اقتصادي مستدام. كل هذه الأشياء ينبغي أن تضع أو أن تؤخذ بعين الاعتبار عندما نتحدث عن أي خطط أو أي برامج، لكن أن نجتمع في مؤتمرات دون تقييم حقيقي للواقع. يعني دكتور هذا برضو من الخيال. دكتور فيما ذكرت يعني في الواقع، هل تنظرون إلى ما يشير إلى ذات السياق الذي تحدثت فيه يعني جلي على أرض الواقع؟ بكل تأكيد، كما قلت اليمن بكل فئاته بكل مناطقه يعاني من هذه الحرب. لا أنا أقصد دكتور الخطط والدراسات التي سيبنى عليها الأمر، يعني هل يوجد منها على الأرض على الواقع؟ أنا كنت سأقول لك يعني بكل تأكيد اليمن بكل فئاته وبكل مناطقه متضرر، وبالتالي لا ينبغي أن نهمل ما يعيشه المجتمع اليمني وأن نبني خطط بعيدة عن الواقع مستندين في ذلك على مؤسسات وخبراء أجانب. نحن أدرى بما يعانيه المجتمع اليمني ونحن أعلم باحتياجات مناطقنا من غيرنا. هذا شيء. الشيء الآخر، عشنا طويلا على خطة تنموية اقتصادية لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنها كانت عبارة عن خطط معلبة
نستوردها من الخارج لا تلبي احتياجات الوطن ولا تلبي احتياجات المواطن. خطط تنموية بعيدة كل البعد عن التنمية المتوازنة التي تؤدي إلى تحقيق استقرار اقتصادي وتؤدي إلى تنمية اقتصادية بمفهومها الشامل. هذه مهمة جدا. الآن عندما نتحدث عن إعادة الإعمار، هناك أناس بحاجة إلى إغاثة، المجتمع بحاجة إلى إعادة الخدمات إلى ما كانت عليه سابقا والبناء على ذلك. يعني لا نعود إلى ما كنا عليه في السابق ونقف، وإنما ينبغي أن ننطلق إلى الأمام. نتحدث عن إعادة الإعمار ونحن كموظفين دخلنا في الشهر الثامن دون مرتبات. أيضا لابد من النظر إلى قضية مهمة جدا، وهي قضية السلم الاجتماعي أو السلم المجتمعي. ينبغي أن تترافق مع عملية التنمية وعملية إعادة الإعمار، لأنه لا يمكن أن يتحقق تعافي اقتصادي أو استقرار اقتصادي في ظل تشظي وفي ظل شرخ يعيشه المواطن أو في ظل عدم وجود سلم اجتماعي. فتحقيق التنمية والاستقرار ينبغي أن يشعر بها المواطن لكي يساهم ويشعر بأنه هو المعني ويكون شريك أساسي في عملية التنمية. إذن ينبغي أن ندرك بأن هناك عناصر فاعلة في المجتمع ينبغي أن تشارك في عملية إعادة الإعمار، ممثلة بمنظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الخبراء، الحكومة. أيضا لدينا إشكالية في إدارة الدين العام، في تحقيق استدامة في الموازنة العامة للدولة، هذه فيها إشكالية كبيرة جدا. هناك ملفات شائكة، وعندما يجتمعون لكي يتحدثون عن إعادة الإعمار لا ينبغي أن ينظروا إلى أنه سنوفر مبلغ كذا لكي نحقق كذا، لا، ينبغي أن يكون هناك رؤية شاملة لإدارة الاقتصاد، نعم، لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، لتحقيق استقرار سياسي اقتصادي اجتماعي. نعم. إذن دكتور استسمحك بالبقاء معي، سأشرك معنا بالنقاش، سينضم إلينا من عدن الصحفي محمد الجماعي. سيد محمد مساء الخير. يا مساء الأنوار. سيد محمد، بداية يعني بحكم تخصصك، كيف تقيم نتائج الاجتماع الذي عقد لدراسة إعادة الإعمار في اليمن؟ أعتقد أن يعني خلاصة العملية كلها هي دعم وتأييد دولي للحكومة اليمنية، نعم، و يعني حشد الشرعية من مختلف أبوابها، سياسية وأمنية واقتصادية وإغاثية وإنسانية. تحتاج الحكومة اليمنية إلى المزيد من هذه الاجتماعات، وإن كانت نتائجها ليست بالمستوى المطلوب، لكنها أيضا بحاجة إليها لإعادة الثقة إلى الداخل، وكذلك إعادة الثقة بسمعة الحكومة في الخارج، رغم الاعتراف الشرعي من جميع الدول العالم بدون استثناء. لكن بإمكاننا القول أن الحكومة ظهرت بشكل مقبول في هذا الاجتماع، وأن النتائج ستكون مرضية إلى حد ما في حال اكتملت كافة حلقات الاقتصاد اليمني و أدواته خارجياً وداخلياً، وفيما الوضع الداخلي بالضبط. نعم. سيد محمد، يعني البعض يقول أن يعني أو إن هذه المؤتمرات لن تحقق نتائج عملية على الأرض في ظل استمرار الحرب وأيضاً عدم الاستقرار في المحافظات المحررة. ما تقديركم؟ في الحقيقة كان جواب الأمير محمد بن سلمان واضح في هذا الموضوع. بالإمكان إنهاء هذه الحرب بأي عملية انتحارية تجلب الويل والدمار على البلدين وعلى كل بيت في اليمن وفي السعودية، ولكنه أشار إلى نقطة هامة جدا، إلى أن بإمكاننا الاستفادة من طول الوقت، لأن الانقلابيين محاصرون من جميع النواحي، اقتصاديا، سياسيا، يعني أمنيا، ماليا، وبإمكان الحكومة وكذلك السعودية والتحالف الاستفادة من الوقت المقتطع من عمر الحرب ومن عمر البلد بأكمله لإجراء مثل هذه التوازنات والمعادلات، إغاثة، جانب إنساني، إعادة إعمار، إعادة بناء الدولة. وهناك نقاط مضيئة جدا في هذا الموضوع، وأهمها إعادة تشكيل الجيش الوطني وإعادة ترتيب أوراق اليمن من الناحية الاقتصادية، وهذا ما يمكن أن يلمسه كل متابع بسهولة. هناك إعادة ترتيب أوراق، ومن ضمنها الحديث عن الإعمار، والحديث عن الإعمار أخي لا يمكن لضعيف أو متراجع أو منهزم أن يتحدث عن إعادة إعمار وهو في نقطة الصفر أو في وضع الحرج. هو الآن
يتحدث عن إعادة إعمار، وهو متأكد أن بيده 85% من الأراضي اليمنية، وبيده معظم الأوراق الاقتصادية في البلد، وبيده أيضا حسم القضايا الأمنية لكثير من المواضيع. نعم سيد محمد، ابقى معي، أعود بسؤال لضيفي الآخر الدكتور علي كليب أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء. دكتور، يعني برأيك ما الذي يتطلب من الحكومة وأيضا الجهات المانحة القيام به لتجاوز حجم الخسائر التي طالت كل البنية الاقتصادية والتحتية في اليمن؟ طبعا الحديث عن إعادة الإعمار نظريا حديث سهل جدا، ولكن على أرض الواقع هناك صعوبات جمة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. نعم، بالتالي ينبغي أن نركز على مجموعة من النقاط، بأنه يجب أن يسبق عملية إعادة الإعمار. نعم دكتور، في عملية تنمية لعملية البيت وفقا لأهداف اقتصادية، يعني لا نستعجل في عملية إعادة الإعمار دون أن يكون لدينا أهداف اقتصادية اجتماعية واضحة. نعم، معتمدين في ذلك على طاقات وقدرات اليمنيين وليس على خبراء أجانب يشرعوننا، وسندخل في نفق مظلم مثلما دخلت العراق وغيرها من البلدان التي استنفذت عشرات المليارات من الدولارات في إعادة الإعمار، والتجارب واضحة للعيان. أيضا هناك خلل في الهيكل الاقتصادي اليمني، في بنية الاقتصاد اليمني هناك خلل واضح، لدينا قطاعات اقتصادية متنوعة ولكننا كنا نعتمد على قطاع اقتصادي واحد، شوهنا اقتصاد البلد، هدرنا مواردنا وطاقاتنا الاقتصادية سواء الطبيعية أو البشرية. لدينا عنصر مهم جدا غير مستغل وهو العنصر البشري، ينبغي أن يكون هناك نوع من الاعتماد على القطاعات الاقتصادية ذات الإنتاجية وذات القيمة المضافة. هذه أشياء ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. كما قلت، لدينا ضرورة لإصلاح النظام النقدي والمالي والدين العام التي ستمثل أيضا المالية العامة التي ستمثل معضلة أمام أي حكومة سوف تأتي. نعم، إذن وضحت الصورة دكتور علي كليب أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي الآخر الصحفي محمد الجماعي. سيد محمد، يعني هل لدى الجهات الحكومية برأيك جاهزية لتهيئة عدن وأيضا المحافظات المحررة للبدء في إعادة الإعمار؟ الحديث عن الاقتصاد اليمني يحتاج إلى العودة لرسالة بن دغر في شهر 7 في العام الماضي، وتحدث عن حصار من المجتمع الدولي، لمح إليه تلميحا لكنه تلميح واضح. نعم، الآن ربما كانت أكبر عقبة هي يعني حصار إقليمي متدثر بغطاء إنساني وإغاثي، محاصرة الحكومة من الخارج لا تستطيع أن تتحكم بأدواتها كالبنك المركزي و يعني وشركة النفط اليمنية وتوزيع وإعادة تصدير النفط وغيره، لم يكن هناك من يستطيع أن يتحكم بهذا. الآن جاء الدعم الدولي وكأن الحصار الدولي بدأ بالانفراج، وهذا ما يمكن الحكومة من السيطرة على الداخل ويمكنها أيضا من التحكم بأدواتها وأوراقها الاقتصادية بسهولة جدا. الأشياء التي ذكرها الدكتور علي كليب، الدين العام الداخلي والقطاعات الاقتصادية المختلفة والمتنوعة، هي فعلا معضلات، لكن لا نستطيع أن نقول أن اليمن ذات اقتصاد مرتب أو متعدد الأوجه. هو اقتصاد ريعي يعتمد على بيع وتصدير النفط وقليل من الإيرادات الضريبية والزكوية والجمركية. نعم، غير ذلك تستطيع الحكومة أن بهذا الدعم الدولي وبهذا الالتفاف حولها أن تمد يدها نحو كافة الملفات وتستغل بحرية، فقط تحتاج إلى قليل من الدعم الدولي. نعم، لكن أنتم يعني بتقييمكم للواقع حاليا في عدن وأيضا في مأرب وبقية المحافظات المحررة، هل جاهز ومهيأ لمسألة البدء بإعادة الإعمار إذا ما تم؟ ربما أخي الأخبار والوسائل الإعلام تتحدث دائما عن الجوانب السلبية، لكن من يستطيع الآن، من يعني هات لي وسيلة إعلامية تتحدث عن الإنجازات الاقتصادية في مأرب ومحاولة تحويل مأرب إلى بيئة قابلة للاستثمار بعد أن كانت بيئة صحراوية يعني يقوم عليها مجموعة من حراس القبور على الآثار وعلى يعني التاريخ.
من يتحدث عن التطورات التي شهدها ميناء عدن طيلة العام 2016، وربما فقط سمعت مقابلة مع مدير الميناء هنا معكم في بلقيس وهو يتحدث عن، أو مع قناة أخرى لا أعلم، يتحدث عن إصلاحات كثيرة في الميناء ويقول أنه جاهز لاستيعاب كل الحركة الاقتصادية التي تصل إلى ميناء عدن كونه أكبر ميناء في الجمهورية اليمنية. هناك أيضا يعني إمكانية تصدير النفط، وقد فتح هذا الملف وفتح بقوة مشهود للحكومة في هذا المجال، وهي تحاول إعادة تصدير أكثر من 130 ألف برميل مارب إلى شبوة وحضرموت لتصديره للعالم عبر الناقلات، وهذه أصعب وسائل نقل النفط. نعم سيد محمد، هل تسمعني؟ نعم نعم. سيد محمد، بسؤال أخير، يعني إقامة مؤتمرات بخصوص الإعمار وأيضا الحرب لم تضع أوزارها بعد، يعني هل نستطيع القول أنه مؤشر على اتفاق دولي على قرب نهاية الحرب؟ نستطيع أن نقول ذلك، ونستطيع أن نقول أن يعني أن نعيد ما ذكرته في البداية، أن هناك محاولة للاستفادة من الوقت المقتطع في الحرب والتي تشوب كثير من الملابسات والضغوط الدولية والإقليمية والتدخلات الكثيرة في هذا الملف. دعا الحكومة والتحالف إلى فتح ملفات أخرى، يدل أيضا على أن هناك تمكن من توكل للحكومة من وضع يدها على الكثير من المقدرات في البلد وكثير أيضا من الملفات. نعم، إذا أشكرك جزيلا الصحفي محمد الجماعي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، كان معي من الرياض الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي، والشكر أيضا للدكتور علي كليب أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء كان معنا من صنعاء، والشكر أيضا للصحفي محمد الجماعي كان معنا من عدن. مشاهدينا ختاما، تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.